احنا اليوم متواجدين في معرض الدولي للنسيج الذي تنظمه الجمعيه المغربيه لصناعه النسيج والالبسه. هذا العام والحمد لله توفقنا باش ننظموا تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصره الله. وهذا العام حضروا معنا وزراء من حكومه صاحب الجلاله باش يعطيو كلمه ديالهم في هذا المعرض. وحضروا معنا جمعيات دوليه ممثله في رئيس الجمعيات الدوليه لصناعه النسيج والالبسه وممثله في رئيس الجمعيات الاوروبيه لصناعه النسيج والالبسه. وحنا في هذا المعرض هذا فرحانين لانه اولا هو ناجح بكل المقاييس، وثانيا نجحنا باش نردوه معرض دولي لان فيه عارضين اجانب منهم صينيين منهم اتراك منهم عارضين من دولة الأمم المتحدة منهم عارضين من أوزبكستان جاوا باش يكملوا معنا المسائل اللي مثلا اللي حنا ناقصين فيها. تعرفوا بأنه في المغرب صناعة النسيج والألبسة فيها شقين، الشق الأول يتعلق بالخياطة وهو المغرب وصل لواحد المستوى ديال الإنتاجية جد مهم، وبحيث أننا الشريك الأول للاتحاد الأوروبي والمورد الاول للاتحاد الاوروبي في هذا النطاق هذا. ولكن عندنا مشكل في الغزل والنسيج، يعني المواد الاوليه، وداك الشيء باش جبنا الاجانب يعرضوا معنا المواد الاوليه باش يمكننا نصنعوا دي برودوي تحت شعار صنع في المغرب. احنا هذا العام زدنا معنا الماركات المغربيه اللي بغيناهم يتطوروا وبغيناهم يتنموا. ولا لاحظتوا عندنا هنا 17 ماركه عارضه معنا خرجناهم للوجود في هذه السنتين الاخيرين، لانه بغينا باش الماركه المغربيه تكون متواجده بين الماركات العالميه في الاسواق المغربيه. حنا ما عجبناش الحال انه تمشوا للاسواق تلقاو غير الاجانب لا الاوروبيين ولا الاتراك. حنا بغينا المغاربه حتى هما يبدعوا ويحلوا المحلات ديالهم ويبيعوا في السوق ديالهم، ولما لا في السوق الافريقيه والسوق الاوروبيه ولما لا في السوق العالميه. حنا في هذا الميدان هذا تنطمحوا باش نطوروا الاستثمارات، تنطوروا باش نطمحوا باش نطوروا التشغيل والتشغيل والتشغيل في زمانين فيه مشكل ديال البطاله. حنا في ميدان النسيج وصلنا ل 235 الف واحد مصرح بهم في صندوق الوطن الضمان الاجتماعي، وهذا تيمثل واحد الميزه مهمه وواحد الارتفاع تقريبا 9% في 2024. وحنا تنفتخروا باش ميدان النسيج كان اعطى اشاره انه البان النداء ديال صاحب الجلاله اللي هو تعبئه 550 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات وخلق 500 الف منصب شغل فيه فوق 2026.